مرحبا، عم نطل عليكم يوميا بفقرة انفوكس انا ومسيو روجي زكار. اهلا وسهلا فيك. كيفك جايل؟ اليوم رح نغوص اكثر بتفاصيل تامين السيارات، يعني هلا بزمن الكورونا وبأزمة الدولار منيح عنا شيء بوزيتيف نحكيه. مزبوط، نحن يلي عم نجرب نعمله انه نعطي ابتكارات جديده من لبنان بزمن اليأس ونفرج انه اللبناني لو شو ما صار عم بيضلوا عم بيبتكر وعم بيعمل قصص جديده. نحن يلي عملناه هو الابلكيشن كومن، يلي هي اول ابلكيشن واحد فيه يعمل كل انواع تأميناته او اكتريتها عبر تليفونه. هلا كمان بدنا نطمن المشاهدين انه الدولار على كومن انشورنس بعده بألف خير. الدولار بعده على سعر الصرف الرسمي، نحن في يدفع يا بالليره اللبنانيه يا بالدولار على سعر الصرف الرسمي. يعني اي نوع تأمين حبه بيدفع حقه، في يدفع بحال العملة بيختارها بلا ما يكون عنده أي خوف إنه سعر باللبناني شيء أو سعر بالدولار شيء. هلأ كمان بدنا نذكر إنه صار في cash on delivery، يعني صار في شخص بس ينزل الابليكيشن ويأخذ التأمين، بس توصل البوليسة على البيت بيقدر إنه يدفع cash. مزبوط. كمان خبرنا شوي هيك عن المزايا المتوفرة عندكم. نحن مثل ما بنعمل، نحن عنا الابليكيشن دائما بنفرجيها ولازم نفرجيها لنفرجي عدي أكيد. هيني واحد يعملها، يعني الابليكيشن اسمها كومن، بفوت بنقي اي نوع تأمين بده اياها. هي الابليكيشن بالانجليزي وبالعربي اكيد حسب كل واحد كيف بيرتاح. بيكي مرت الجاي لازم نفرجيهم اياها بالعربي. بفوت بنقي الكار انشورنس وبنقي شو هن التأمينات اللي حابب يعملها، الزامي أو لفت نظر السعر كمان. مزبوط، أرخص بوليسة تأمين بلبنان. نحن عم نجرب نعمل كل ما يزيدوا الأشخاص مؤمنين معنا كل ما يرخص السعر. يعني هون هيدي شغلة كتير مهمة يعرفوها المشاهدين، نحن بالتأمين في شيء اسمه إفي دو ماس، يعني كل ما يزيدوا الأشخاص كل ما يرخص السعر. فنحن كتير مهم انه يزيدوا الاشخاص على التطبيق على الابليكيشن لانه بيرخص السعر. يعني كمان بلش بالسعر هلا بعد بنزل وبعد بنزل كل ما يزيدوا الاشخاص. كمان بدنا نحكي عن الريمايندر يلي موجود بكومن ابليكيشن، بيذكر الاشخاص من سنه لسنه انه صار لازم يجدده. فنحن وصلنا بس لوصلنا لهون، قلنا بنكبس بيعبي معلوماته بيشتغل بوليسا بالسياره، في يدفع يا كريدت كارد باللبناني يا بالدولار، ويا في يعملها كاش اون ديليفري، يعني بس توصل له البوليسة عنده على البيت يلي فضيت الكارت عنده بيدفع كاش، بيقدر يدفع كاش. ونحن الميزة الأساسية إنه أول شيء غير إنه بتوصل له البوليسة عنده على البيت، البوليسة بتضلع على تليفونه، يعني كأنه عملها سكان بتضلع على تليفونه. وسنة الجاي ما لازم يتذكر وين حطيت البوليسة ومتين تاريخها لتجدد، هي الابليكيشن وحده بتبعت له ريمايندر بتقول له حان وقت التجديد. كل شيء لازم يعمله ليجدد انه يكبس زر واحد انه يس رينيو. شيء كثير حلو، سهلة الاستعمال واكيد باسعار جدا جدا مدروسة. بدي اتشكرك مسيو روجي وبدي اشكر يلي عم بيتابعونا، وما تنسوا على طول فيكم تنزلوا كومن ابلكيشن فور فري. شكرا للمتابعة وبشوفكم بالحلقات القادمة. ناقصين الالزام اللي بعده. ناقصين الالزام شوفي الالزامي هيدا طارق. شوفي روقي نفست شوفي نسيت اعمل الالزامي. شو بعمل بعدك بهالعادة؟ عمليها على كمن مزبوط. كمن تطبيق بيوفر لكم التأمين الخاص بالسفر، السيارة، البيت وغيرهم على التليفون وبسرعة قياسية. كمن، التأمين ببساطة الآن. دخلك؟ مين زينة؟